عنده تسخين زيت النخيل لدرجة حرارة عالية يتكون استرات الأحماض الدهنية 3-MCDB، وقد تسبب هذه المواد في الإصابة بأمراض السرطان. أن ما يحتويه زيت النخيل من الأحماض الدهنية المشبعة بالهيدروجين المرتفع قد تؤدي إلى سوء حالة دهون الدم، وهو ما يؤدي إلى تكلس الأوعية الدموية. الأفضل استخدام زيوت غير مشبعة زي زيت الزيتون وزيت الكتان وزيت جوز الهند. معلومة مهمة جدا، زيت النخيل مضر جدا بالصحة. مذاقه يشبه الزبدة، يستخدم في تحضير الطعام لسهولة استخدامه وتشكيله مع الطعام، بيحسن تشكيل الطعام. زيت النخيل قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض السرطان وأمراض الدورة الدموية وأمراض القلب، ويؤدي إلى الإصابة بمرض السكري. يتم استخدام زيت النخيل في صناعة السمن النباتي، ويتم استخدامه في تحضير العديد من الحلويات وخاصة الموجودة في المحلات اللي بتتباع في السوبر ماركت.